بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا واهلا بيكم وحشتونا وتحيه من القلب للقلب. النهارده هنقدم لكم سالمون جريل مع خضار جريل وشوربه البطاطس بالكريمه. هنبدا مع بعض كده نحضر مقاديرنا ونقول مقاديرنا. السالمون عندي الفريش، عندي المشروم، عندي المستردة، عندي التوم، عندي الكرات والكرفس والبطاطس والليمون والزبدة والزيت والكوسة والطماطم. نبدأ نتبل السلمون بتاعي. السلمون هتبله تتبيلة بسيطة واسيبه شوية عشان يشرب من التتبيلة اللي انا هبعملها. فص توم صغير اهوت هحطه على السلمون وشوية زيت وملح والفلفل، الملح بتاعي هحط شوية فلفل وعصير الليمون زي ما احنا شايفين كده مع بعض. عصير الليمون وهدي معلقة مستردة صغيرة وقلب المكونات دي تقليبة واسيبها تشرب مع نفسها وجهز خضاري وشوربة البطاطس. تبلت السمك السلمون اسيبه يتمرن شوية 10 دقايق كده ولا حاجة على ما اجهز شوربة البطاطس بتاعتي. شوربة البطاطس يا جماعة سهلة جدا، اي شوربة في الدنيا بحالها. شوربة عبارة عن بوكي جرني اللي هو البصل، الكرات، الكرفس والطماطم. بصل اعمله اي تقطيعة لان كل المكونات دي هتتضرب على النار، اي تقطيعة مش فارقة معايا بقى. بطاطساية اللي هي اساس الشوربة النهاردة، بطاطسة واحدة تكفي قوي، اي تقطيعة زي ما احنا بنقول هتمشي مع كفاية قوي كده. البطاطس ثومه برضو، فص ثوم صغير كده، كرات وكرفس، كرفس وادي كرات، كرات برضو مفيد جدا ومقوي لعضلة القلب. اي تقطيع برضو لان كل المكونات ديت هاخدها سوتيه في الحلة وأقلبها مع بعضيها والآخر هضربها بالمكسر. شوف النار بتاعتي تمام، حط شوية زيت مع زبدة، مكعب صغير زبدة. مكوناتي هدي تقليبة كده مع الخضروات واحدة واحدة. البصل الأول مع التوم وادي تقليبة بعد كده الكرات والكرفس وغطي شوية على ما يتبلوا شوية كده. أجهز مع بعض البطاطس بتاعتي جاهزة أهي عشان هنضيفها. خدها كده ببولة على ما تتبل شوية على النار. أجهز الخضار الجريل اللي بتاعي.
خضار الجريل يا جماعه، اي خضار عندي في السوق متاح اقدر اعمله جريل. اديني مجهز خضاري، جهزت خضاري اهوت، واقطع المكونات بتاعتي التقطيع اللي انا هعملها جريل في الطاسه. اجهز الخضار بتاعي اللي انا هقطعه سوتيه وهاخده جريل مع النار على النار. البصلة بتاعتي ابص عليها كده، واحط البطاطس بتاعتي اللي هي اساس الشوربه النهارده. هدي تقليبه، وعندي الميه بتاعتي جاهزه مع البيون اللي هي الشوربه، واسيبها على النار تستوي المكونات كلها مع بعض، واضيف شويه بيون، ادي تقليبه واسيبها تعيش مع نفسها على ما اجهز الخضار الجريل بتاعي. خضار الجريل كوسه، جزر، اي خضار متاح عندي هقطعه تقطيع جوانح اللي هي شكل الهلال، تقطيع جوانح زي الهلال بالظبط اهي. تقطيع سهله جدا، جزرايه على اتنين زي ما احنا شايفين، واقطع سهل ما اسهل ما يمكن. اقطع كوسه نفس التقطيع بتاعتي زي ما احنا شايفين، واحده واحده. بعد كده اقطع المشروم تمام، فلفل اصفر او فلفل اخضر احمر اللي عندي، بس كده. هذا خضاري مع البروكلي، كل ده هاخده سوتيه مع الطاسة وجريل والزيت والثوم، فص ثوم برضو معاه عشان يديله طعم وريحة كويسة. هجهز النار بتاعتي للسلمون اللي هعمله جريلت و وطاسة للخضار، بس واحدة واحدة. أبص بص على الشوربة كده أشوفها عملت إيه. لسه بتستوي، لسه أهو. أسيبها لسه على النار لأني لسه برضو إيه عايزة وقت شوية. وأجهز الطاسة بتاعتي اللي أنا هشوي فيها، هعمل السلمون فيها جريل. زي ما احنا شايفين مع بعض، السلمون بتاعي تبل، شرب التتبيلة شوية وخد تيست وطعم، وحطه في المارينيه قعد فيه شوية لمدة 10 دقايق. ما ينفعش احط السلمون وهو النار باردة، هيلزق معايا في الطاسة، فلازم النار بتاعتي تكون حامية شوية وما استعجلش عليه في التقليب. اجهز الخضار الجريل، خضار الجريل بتاعي، واشوف الطاسه بتاعتي سخنت ولا ايه. لسه برضو واحده واحده مع بعض، حطيت السلمون بتاعي واسويه واحدة واحدة. هبص بص على البطاطس اشوفها عملت ايه. مكاني باستمرار يكون نظيف يلمع، يشجعني على الشغل ويخليني اشتغل
دي نفسي كويسه. اقلب تقليبه لسه عايزه شويه. السلمون بتاعنا وهو بيستوي كده الريحه طالعه جميله، وربنا يسهل ويستوي معايا. اديني قفلت المسام الخارجيه بتاعه السمك. يعني ايه قفلت المسام الخارجيه بتاعه السمك؟ اي حاجه بحطها على النار لازم اقفل المسام الخارجيه بتاعتها عشان تحتفظ بالقيمه الغذائيه بتاعتها، اللي هي العلامات اللي موجوده في السلمون ده. اي حاجه لو انا حطيت ايدي على النار بتعمل حاجه رد فعل سريع، لان بتقفل المسام الخارجيه بتاعت اللحمه او السمك او الفراخ عشان القيمه الغذائيه تبقى فيها كلها عاليه جدا. تمام كده السلمون تمام ماشي كده زي الفل. ابص بص على البطاطس بتاعتي. لسه برضو شويه. ادي السلمون تقليبه بالراحه كده. هو ده اللي انا عايزه. لسه الثانيه تخينه شويه. هجيب البطاطس بتاعتي عشان هضربها مع المكسر بالمكونات اللي موجوده اللي احنا اتكلمنا عليها على ما السلمون يستوي على نار هاديه. عند المكسر، ما عنديش مكسر في البيت مفيش مشكله، سهل كل حاجه سهله بقى. عندي البديل الخلاط بتاعي. ادي الشوربه بتاعتي زي ما احنا شايفين. وانا بضرب بقلب المكونات كلها معايا اهيت. الريحه بتاعتها جميله جدا. شوربه البطاطس مش محتاجه يا جماعه دقيق او محتاجه اي ماده رطب، لان هي بطبيعتها نشا. زي ما احنا شايفين اهوت بضرب بالخلاط بالمكسر. خلاص كده كده يعتبر انا خلصت كده شوربة البطاطس. تمام. ابص بص على السلمون بتاعي. شوربة البطاطس اديها تقليبة كده اشوف عاملة ايه القوام بتاعها عامل ايه. عايزة سنة مية صغيرة لان هي تقيلة شوية. واسيبها على النار شوية. تمام كده عندي شوربة البطاطس تعتبر خلاص جاهزة عندي. واسيبها تغلي شوية على النار تقصر شوية صغيرين. واجهز الخضار الجريل بتاعي. وبص بصة على السلمون بتاعي. الله الله. بس هو ده اللي ايه اللي انا عايزه. السلمون بتاعي بيستوي، الشوربه عندي خلاص، خضار الجريل بتاعي هبدا اسويه بس اما اغرف الشوربه الاول. هدي شويه زيت على النار وهدي نار شويه. واغرف شوربه البطاطس. زي ما احنا شايفين كده تعتبر البطاطس خلاص
اهي يا جماعه سهله اهي. مش محتاجه اي شيء ولا اي حاجه، جاهزه اهي. خليها على جنب على ما اخلص الطبق بتاعي. خضار السوتي الجريل، خضار الجريل يا جماعه، هرمي شويه توم الاول، شويه توم صغيرين، واقلب. وبعد ما التوم ياخد اللون الذهبي هحط ايه الجزر بتاعي. زي ما احنا شايفين مع بعض تقليبه اهيت، التوم لسه ياخد اللون الذهبي، تمام كده. ادي الجزر بتاعي، بعد دقيقة أو دقيقتين بس الجزر يدبل معايا وياخد لون كويس شوية، أرمي الكوسة مع بعض. قلبت الجزر تقليبة أهوت، وأضيف الكوسة أهي، خدت معايا اللون الذهبي، الجزرة اللي زي ما أنا عايز، وبقية الخضار بتاعي.